حول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا في استديو مركز الأخبار سعادة الدكتورة جميلة السلمان عضو مجلس الشورى. أهلا بك دكتورة. أهلا بك دكتورة. أهلا وسهلا. طبعا في البداية نتحدث عن المبادرة التي تم إطلاقها, مبادرة الرعاية الصحية التي هي ضمن 5 مبادرات تم أطلقتها مملكة البحرين في القمة العربية قمة البحرين. ما أثر هذه المبادرة وكيف سوف يكون أثرها على الواقع؟ طبعا في البداية لابد أن أبارك إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على النجاح الباهر والمميز اللي حققته القمة العربية اللي احتضنتها مملكة البحرين في الأسبوع الماضي. بالنسبة للمبادرة مثل ما تفضلتي, هذه المبادرة تشمل على عدة أجزاء جدا جدا مهمة. نعم. فهي لتوفير العلاج المناسب والملائم إلى الفئة المتأثرة من الصراعات ونزاعات في المنطقة, توفير العلاج والدواء, صناعة الأدوية واللقاح بالتعاون بين جامعة الدول العربية, منظمة الصحة العالمية ومملكة البحرين. نعم. فإحنا أمام مشروع إنساني متكامل, مشروع حضاري متكامل يحتسب إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وللدول اللي أقرت هذه المبادرة, بحيث أنها توفر كل الاحتياجات للمتأثرين من النزاعات والصراعات في المنطقة واللي أعدادها قاعدة تزايد بالذات في هذا الوقت الحاضر. النقطة الثانية في هذه المبادرة أنها لم تكن أحادية, كانت ضمن مبادرات أخرى. نعم. تسمح لهذه المبادرة بالتنفيذ, واللي أهمها اللي هي موضوع الوضع الموجود الحين, واللي احنا تدعي إلى مملكة البحرين من أن وقف الحرب والاعتراف بدولة فلسطين, بحيث أن يكون في الاستقرار اللازم لهذه المبادرات أن تكون تساعد وتوصل الأدوية والعلاج المناسب. النقطة الثالثة اللي تطرقت إليها هذه المبادرة وجدا جدا مهمة خصوصا في الوقت الحاضر, اللي هي توفير وصناعة الأدوية واللقاحات. نعم. وهذا جدا جدا مهم لأنه يوفر جميع مناطق العالم توفير هذه الأدوية واللقاحات, بحيث يكون في اكتفاء ذاتي. الطابع العربي والتعاون والتكافل اللي جاءت به هذه المبادرة جدا جدا جميل, وهذا ما تطمح له الدول العربية والشعوب العربية, وهو فعلا تطبيق واقعي وعملي للرؤى وتطلعات الطموحة لجلالة الملك حفظه الله المعظم حفظه الله ورعاه, واللي إن شاء الله هذه تكون مميزة وإن شاء الله نشوف النتائج القادمة منها. نعم دكتورة, تحدثتي عن المبادرات الفردية التي تقوم بها بعض الدول والمنظمات لرعاية اللاجئين والمتضررين من الصراعات والنزاعات. الآن أين تضعين هذه المبادرة الملكية, مبادرة مملكة البحرين خلال القمة العربية, ضمن نطاق المبادرات لنقول أنها جهود مشتتة وليست منظمة؟ إذا أردنا وضع مبادرة مملكة البحرين موضع التنفيذ, أين يكون موقعها مع المبادرات الفردية القائمة الآن من الدول, وما الأثر الذي ستتركه على اللاجئين, على النازحين المحتاجين لهذه المبادرات سواء في مجال الصحة أو أيضا في مجال التعليم وعلى المجتمعات المضيفة لهم؟ طبعا هذه المبادرة هي تميزها هذه المبادرة بأنها راح توضع منظومة متكاملة. نعم. لتعاون عربي لتقديم هذه الخدمات, وهذا جدا جدا مهم. مثل ما تفضلت, هي الجهود موجودة, وهي ممكن تكون جهود فردية, ممكن تكون تأتي بقيمتها, بس لما تكون جهود متكاملة فيها تعاون على مجموعة الدول العربية مع جامعة الدول العربية مع منظمة الصحة العالمية, هذا يكون لها الأثر كبير. في نفس الوقت يكون دور مملكة البحرين خصوصا بالتطور اللي وصلنا له في القطاع الصحي والقطاع الطبي ممكن نساهم في هذا الموضوع. فهذا التكاتف فعلا يعكس احنا هدف مملكة البحرين واستراتيجية مملكة البحرين في وضع الاستقرار, في وضع الأمن اللي ممكن يساعدنا في التقدم. نعم. والتطور نحو المستقبل. نعم دكتورة, سؤال أخير, يعني بالأمس في جلسة مجلس الوزراء تم تكليف أيضا فريق البحرين لينخرط ضمن هذه. نعم. العملية التنظيمية والتنسيقية لوضع مبادرات مملكة البحرين موضع التنفيذ, إذا كان لديك أي معلومات عن الدور الذي ممكن أن تقوم به المملكة مع الأشقاء العرب وأيضا مع المنظمات الدولية. طبعا هذا جدا جدا, هذا يعني ليس بجديد على حكومتنا ولا على القيادة الرشيدة. نعم. إن فعلا هذا يعكس لنا, وهذا شلون إحنا نثبت للعالم إن مستوانا, مستوى الوعي اللي عندنا, مستوى الثقافة, المستوى الحضاري بمملكة البحرين, وهذا اللي إحنا تعودنا عليه فعلا, اللي يهدف فعلا للاستقرار وتحقيق هذه النتائج على أرض الواقع.
فهي ليس مجرد شعارات أو أنها تكون اتفاقات موجودة، بل هي فعلا هي فكر وعمل، وإن شاء الله نشوف إنجازاتها في المستقبل إن شاء الله مع فريق البحرين. نعم، سعادة الدكتورة جميلة السلمان عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك. شكرا دكتورة.